مساء الخير على حضراتكم، اهلا بكم معنا يوم جديد من الحياه. اليوم بدايه الاسبوع ومتابعتنا لاهم الاخبار مستمره مع حضراتكم. هنبتدي بخبر او بملف احنا متعودين نتكلم فيه دايما ومتعودين نشوف ايه اللي بيحصل على الارض والجهد اللي بتقوم بيه الدوله المصريه في هذا الملف. الملف اللي شغال عليه مصر بشكل مهم وكبير جدا خلال الفتره اللي فاتت، وانا بكلم حضراتكم هنا عن ملف حقوق الانسان. صحيح احنا شايفين وملاحظين خطوات مهمه وانجازات بتحصل في الملف ده، اللي احنا متعودين كمان في المقابل ان احنا نشوف ونتابع هجمات واكاذيب وافتراءات بتطلع كده من وقت للتاني ضد الدوله المصريه. والحقيقه انه استمرار النهج ده والمواسم اللي بقوا بيتكلموا فيها طبعا بتحط اكتر من علامه استفهام. ليه التوقيت وايه الاهداف؟ وهل ده نوع من انواع الضغط السياسي؟ هل نوع من ابتزاز الدوله المصريه؟ خاصه زي ما قلت لحضراتكم ليها مواسم كده بتطلع فيه الكلام ده. وكمان اللي بيثير الشك اكتر ان الكلام ده بيتبني على مجموعة من الأكاذيب اللي بيتم ترديدها من منظمات المفترض أنها منظمات مسمها أنها منظمات حقوقية، لكن احنا عارفين والكل شايف وعارف توجهات هذه المنظمات ومصادر تمويلهم وكمان أهدافهم. فلما تيجي تتكلم بقى هنا على الأرض عن هذا الملف وتشوف الخطوات المهمة اللي حصلت فيه، سواء لما كنا بنتابع طبعا إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، استراتيجية ذاتية أطلقتها الدولة المصرية من تلقاء نفسها وألزمت بيها نفسها إن هتحقق خطوات مهمة في الملف ده، وتم طبعا الثناء عليها والتقدير الدولي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. نتكلم كمان على إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، وإحنا طبعا هنا في الحياة اليوم بنشوف مع حضراتكم قائمة عفو بتطلع من وقت للتاني عن محبوسين احتياطيا أو عن بعض اللي صدر ضدهم أحكام. كمان بنشوف مثلا مراكز الإصلاح والتأهيل واللي هي بديل للسجون، وبنشوف كمان التطور والتقدم الكبير اللي حصل فيها. مش بس كده، لكن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني وكمان التطور المهم في هذا الملف انه يكون جامع للجميع، مشاركة جميع القوى والأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها انتماءاتها ايديولوجياتها وكمان فئات المجتمع المختلفة اللي مشاركة في هذا الحوار. فكلها مؤشرات مهمة وقيمة جدا متعلقة بملف حقوق الإنسان. فلما نتكلم على الملف ده ونشوف هم ازاي بيتناولوه وازاي ان هم بيقتصروه فقط على جزئية معينة، حقوق سياسية، وياريتها حقوق سياسية للمواطن المصري بشكل عام لكن لجماعة بعينها، أهداف سياسية هنتكلم فيها بعد شوية. طب باقي الحقوق فين؟ الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الإنسانية، يعني لما الدولة المصرية اشتغلت على ملف العشوائيات وإزاي اتنقل أهالينا اللي كانوا ساكنين في مناطق خطرة وغير آمنة لمساكن لائقة ومدن جديدة وحياة أدمية، هو ده مش حق من حقوق الإنسان؟ في ملف الصحة على سبيل المثال التطور الكبير اللي حصل في الملف ده، المبادرات الرئاسية سواء 100 مليون صحة أو القضاء على فيروسي اللي كان بينهش في أجباد المصريين، هو ده برضو مش حق من حقوق الإنسان؟ حياة كريمة، وبنتابع مع حضراتكم هنا في الحياة اليوم التطور المهم الكبير اللي بيحصل في قرى مصر، وانه هذه المبادرة بتستهدف 60 مليون مواطن، تدخلات في كل حاجة، بتنقل حياة الناس فعلا لحياة كريمة، هو ده برضو مش حق من حقوق الإنسان؟ كل الكلام ده ما بيتقالش، ما بيتذكرش، ما حدش بيتكلم عنه، لكن احنا زي ما بقول لحضراتكم خلاص متعودين ان في مواسم كده بتطلع فيها هذه الابواق تتكلم عن حقوق الانسان وتبدا تتعامل مع هذا الملف معانا دايما. وبالتالي يمكن اخر حاجه البيان الخاص بالاتحاد الاوروبي او القرار اللي خرج عنه واللي استدعى طبعا رد من البرلمان المصري. افتراءات، أكاذيب، ما بتمتش للواقع أبدا بأي صلة. فبالتالي مجلس النواب المصري الحقيقة طلع بيان قوي وحاسم وشديد اللهجة وبيحط الأمور في نصابها الصحيح وبيذكر بالوقائع والحقائق الردود بقى المهمة والقيمة على الكلام اللي ذكره الاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال البيان اللي خاص خرج من مجلس النواب كان بيتكلم طبعا وكان بيأكد على ان قرار البرلمان الاوروبي بخصوص مصر اتبنى على حزمة من المغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة وما بيعكسش غير نظرة متحيزة غير موضوعية ازاء حقيقة الاوضاع في مصر. مجلس النواب اعرب عن رفضه واستيائه الكامل من هذا القرار ودلل على ان البرلمان الاوروبي مصر بشكل غير مبرر في استمرار نهجه اللي سماه استعلائي ووصائي
تجاه الدولة المصرية، وأنه نصب نفسه استنادا لوقائع كاذبة حكما وقيما على تطورات الأحداث في الدولة المصرية، وده اللي بيعتبر تدخل صارخا في الشؤون الداخلية للدولة اللي بتتمتع بالسيادة ومخالف لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه، فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا. برضو في بيان او رد مجلس النواب المصري اتكلم، هم قالوا مثلا حاله الطوارئ، هنا بقى شوفوا الاكاذيب وهنا اهميه الرد بقى اللي بيكون مدعم بالادله والحقائق. هم في البرلمان الاوروبي قالوا ان حاله الطوارئ مطبقه في مصر من 2017 لغايه دلوقتي، وكان هم ما يعرفوش. فمجلس النواب المصري رد وقال لا، حاله الطوارئ دي تم ايقاف العمل بيها في اكتوبر 2021 وما تمش تجديدها لغايه دلوقتي. اتكلموا كمان في الاتحاد الاوروبي انه في مصر بتنفذ عقوبة الإعدام بحق الأطفال. يعني تخيلوا، يعني كلام ولا ممكن تصوره ولا تصديقه، وهو أصلا غير واقعي ومش حقيقي وما بيحصلش، لأن التشريع والقانون المصري بينص على أنه ولا في عقوبة إعدام ولا سجن مؤبد ولا مشدد بحق الأطفال. هم بيقولوا إعدام للأطفال. المدعو علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح أو الشهير بعلاء عبد الفتاح، وشفنا طبعا في أثناء قمة المناخ ده كان الكلام اللي داير بخصوصه على طول، فقالوا مثلا أنه هو معتقل اعتقال تعسفي، وانه يعني لا يسمح بزيارته الا بشكل متقطع ونتيجه لضغوط دوليه. فطبعا مجلس النواب قال لا، علاء عبد الفتاح ده محكوم عليه من قبل السلطه القضائيه حبس 5 سنين لانه ارتكب جريمه جنائيه، وتم محاكمته في محاكمه عادله، كان في حق الدفاع وضمانات التقاضي، وغير طبعا ان عيلته واهله بيزوروه بشكل عادي وبشكل منتظم. كلموا على ان في واقع التعذيب للمدعو ايمن هدهود حتى الموت، فطبعا النيابه العامه اللي هي جزء من السلطه القضائيه، والكلام ده طبعا اتقال في بيان مجلس النواب المصري، ان ده ما حصلش وان النيابه العامه عملت تحقيق، وان الموت الوفاه كانت وفاه طبيعيه وكان عنده مشاكل في القلب وحصل فيه تشريح للجثمان بمعرفه الطب الشرعي، وان سبب الوفاه هي حاله مرضيه مزمنه بالقلب، وان ما فيش اي اثار لاستخدام العنف او التعذيب. كل الكلام والمغالطات رد عليها مجلس النواب المصري الحقيقة برد قوي جدا جدا، ورفضوا لهذا التدخل وهذا التعسف وهذه الأكاذيب اللي بيتم سردها من وقت للتاني.